لاحظ عدد من متابعي ديال الفنانه المغربيه رجوى السهلي الاستفاء ديالها من الحساب ديالها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وتساءل مجموعه من المتابعين على السبب ديال الغياب ديال رجوى السهلي على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوليوز الماضي، وكتبت متابعه: طولتي الغيبه لا حس الاخبار. وقالت اخرى: خبرتي اختي رجوى. وباش نعرفوا السبب ديال الغياب ديال رجوى السهلي، اتصلت احد المواقع الالكترونيه بها الا ان الهاتف ديالها كان خارج التغطيه. وكما كيعرف الجميع فرجوى السهلي رجعت اقل نشاطه عبر الانستغرام بعد الاصابه ديالها بالانهيار العصبي والدخول ديالها لمساحه خاصه بالامراض النفسيه والعقليه مدينه الدار البيضاء.